بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب الملخص الفقهي من الفقه الإسلامي للدكتور صالح بن فوزان الفوزان. الدرس 106. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه والتابعين. أما بعد، أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نواصل الحديث معكم في موضوع الشركات في الفقه الإسلامي، ونتناول بحديثنا في هذه الحلقة إن شاء الله موضوع شركة الوجوه وشركة الأبدان وشركة المفاوضة. فشركة الوجوه هي أن يشترك اثنان فأكثر فيما يشتريان بذمتيهما، وما ربحا فهو بينهما على ما شرطاه. سميت بذلك لأنها ليس لها رأس مال، وإنما المبذول فيها الذمم والجاه وثقة التجار بهما، فيشتريان ويبيعان ويقتسمان ما يحصل لهما من ربح على حسب الشرط، لقوله صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم. وهذا النوع من الشركة يشبه شركة العنان، فأعطي حكمها، وكل واحد من الشريكين وكيل عن صاحبه وكفيل عنه بالثمن، لأن مبنى هذا النوع من الشركة على الوكالة والكفالة. ومقدار ما يملكه كل واحد منهما من هذه الشركة على حسب الشرط من مناصفة أو أقل أو أكثر، ويتحمل كل واحد من الخسارة على قدر ما يملك في الشركة، فمن له نصف الشركة فعليه نصف الخسارة، وهكذا. ويستحق كل واحد من الشركاء من الربح على حسب الشرط من نصف أو ربع أو ثلث، لأن أحدهما قد يكون أوثق وأرغب عند التجار أو أبصر بطرق التجارة من الشخص الآخر، ولأن عمل كل منهما قد يختلف عن عمل الآخر فيتطلع إلى زيادة نصيبه في مقابل ذلك، فيرجع إلى الشرط الجاري بينهما في ذلك. ولكل واحد من الشركاء في شركة الوجوه من الصلاحيات مثل ما للشركاء في شركة العنان. ومن أنواع الشركة نوع يقال له شركة الأبدان، وهي أن يشترك اثنان فأكثر فيما يكتسبان بأبدانهما. سميت بذلك لأن الشركاء بذلوا أبدانهم في الأعمال لتحصيل المكاسب، واشتركوا فيما يحصلون عليه من كسب. ودليل جواز هذا النوع من الشركة ما رواه أبو داود والنسائي وغيرهما عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: اشتركت أنا وعمار وسعد فيما نصيب يوم بدر، فجاء سعد بأسيرين ولم أجئ أنا وعمار بشيء. قال الإمام أحمد: شرك بينهم النبي صلى الله عليه وسلم. فدل هذا الحديث على صحة الشركة في مكاسب الأبدان، وإذا تم الاتفاق بينهم على ذلك فما تقبله أحدهم من الأعمال يلزم بقية الشركاء فعله، فيطالب كل واحد بما تقبله شريكه من أعمال، لأن هذا هو مقتضاها. وتصح شركة الأبدان ولو اختلفت صنائع المشتركين، كخياط مع حداد مع نجار وهكذا. ولكل واحد من الشركاء أن يطالب بأجرة العمل الذي تقبله هو أو صاحبه، ويجوز للمستأجر والمتعاقد مع أحدهم دفع الأجرة إلى أي منهم، لأن كل واحد منهم كالوكيل عن الآخر، فما يحصل لهم من العمل أو الأجرة فهو مشترك بينهم. وتصح شركة الأبدان في تملك المباحات كالاحتطاب وجمع الثمار المأخوذة من الجبال واستخراج المعادن وغير ذلك. وإن مرض أحد الشركاء في شركة الأبدان فالكسب الذي تحصل عليه بقيتهم يكون بينهم، لأن سعداً وعماراً وابن مسعود اشتركوا، فجاء سعد بأسيرين وأخفق الآخران وشرك بينهم النبي صلى الله عليه وسلم. وإن طالب الصحيح المريض بأن يقيم مقامه من يعمل لزمه ذلك، لأنهما دخلا على أن يعملا، فإذا تعذر على أحدهما العمل بنفسه لزمه أن يقيم مقامه من يعمل بدلاً عنه لتوفية العقد حقه. فإن امتنع العاجز عن العمل من إقامة من يعمل بدله بعد مطالبته بذلك فلشريكه أن يفسخ عقد الشركة. وإن اشترك أصحاب دواب
أو سيارات على أن يحملوا عليها بالأجرة وما حصلوا عليه فهو بينهم صح ذلك، لأنه نوع من الاكتساب. ويصح أيضا دفع دابة أو سيارة لمن يعمل عليها وما تحصل من الأجرة فهو بينهما. وإن اشترك ثلاثة من أحدهم دابة ومن الآخر آلة ومن الثالث العمل على أن ما تحصل فهو بينهم صح ذلك أيضا. وتصح شركة الدلالين بينهم إذا كانوا يقومون بالنداء على بيع السلع وعرضها وإحضار الزبون وما تحصل فهو بينهم. ومن أنواع الشركة نوع يسمى شركة المفاوضة، وهو أن يفوض كل من الشركاء إلى صاحبه كل تصرف مالي أو بدني من أنواع الشركة، فهي تجمع بين شركة العنان والمضاربة والوجوه والأبدان، أو يشتركون في كل ما يثبت لهم وعليهم. ويصح هذا النوع من الشركة لأنه يجمع أنواعا يصح كل منها منفردا، فيصح إذا جمع مع غيره. والربح يوزع في هذه الشركة على ما شرطوا، ويتحملون من الخسارة على قدر ملك كل واحد منهم في الشركة. أيها المستمعون الكرام، وهكذا شريعة الإسلام وسعت دائرة الاكتساب في حدود المباح، فأباحت للإنسان أن يكتسب منفردا ومشتركا مع غيره، وعاملت الناس على حسب شروطهم ما لم تكن شروطا جائرة أو محرمة، مما به يعلم صلاحية هذه الشريعة لكل زمان ومكان. أسأل الله أن يرزقنا التمسك بها والسير على نهجها، إنه سميع مجيب. وإلى الحلقة القادمة بإذن الله، لنتابع الحديث معكم في موضوع آخر إن شاء الله، والله الموفق. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.